على ذكر الكلام ده، احنا عندنا اشاده من منظمات اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي بتجربه مصر في بناء نظام التعليم الجديد، ودعت كل الدول الاعضاء ودول موجوده، يمكن اكثر من 190 دوله موجوده في هذه المنظمات، انهم يستفيدوا من بنك المعرفه المصري اللي صنفته ك يعني افضل منصه معرفيه علميه. منظمه اليونسكو صنفته انه افضل منصه معرفيه علميه متكامله في العالم. الحقيقه اشاده يعني كبيره جدا بهذه المنصه، هنتكلم عنها بالتفصيل. بتنضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتوره محبات ابو عميره، الخبير التربوي والاستاذ بجامعه عين شمس. مساء الخير عليك يا دكتور، وازاي استقبلتي مساله اشاده اليونسكو ببنك المعرفة المصري؟ ويمكن دي يعني خطوة هامة جدا جدا جدا، ويعني كنت بقول انه لطالما مصر كانت ارض الحضارات ويمكن يعني علمت العالم كله وكتبنا على الجدران وعلى ورق البردي، فيعني حقنا ان احنا النهاردة نكون يعني في بهذه الاشادة من منظمة اليونسكو ببنك المعرفة المصري. اهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. هو طبعا يعني بعد ما تولى الرئيس السيسي الحكم 2014، اعتقد كده بعدها بسنتين في 2016 رئيس السيسي اطلق مبادره نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. ومن هنا كانت هذه المبادره هي البدايه لبنك المعرفه، لان التفكير والإبداع بينطلق من أن الطالب بيبحث عن المعلومة بنفسه. فده دي كانت الحقيقة البداية. لابد ده طبعا نشيد مبادرة السيد الرئيس في هذا الموضوع، تعلم وليس تعليم يا دكتور محبات بالطريقة التقليدية اللي احنا كبرنا عليها. لا تعلم، لأن التعليم حضرتك بيشارك فيه المدرس، لكن التعلم الطالب هو اللي بيعلم، بيبحث عن المعلومة، بيفكر تفكير استقلالي، تفكير سيكيوريتيف مستقبلي، بيفكر بنفسه، بيتوصل للمعلومة بنفسه، فبينتج شخصية ليست اتكالية ولكن شخصية مبدعة. اليونسكو النهاردة الحقيقة طبعا لما يعني أشادت ببنك المعرفة المصري كأفضل منصة معرفية علمية على مستوى العالم، فأنا بتصور إن دي خطوة هامة جدا وخطوة غير مسبوقة، وبتطالب الدول الأخرى في الاستفادة من بنك المعرفة. وعايز اقول كمان ان بنك المعرفه، لان بعض الناس فاكره ان بنك المعرفه مقتصر فقط على التعليم قبل الجامعه، لا، احنا عندنا في الجامعات المصريه الباحثين في الماجستير والدكتوراه بيستخدموا بنك المعرفه، الناس اللي بيترقوا الى وظائف ترقيه اساتذه واساتذه المساعدين بيستخدموا بنك المعرفه، القراء. لو نوضح للناس يا دكتور محبات، الناس اللي ما تعرفش ايه هو بنك المعرفه وازاي بيفيد الباحث عليه سواء كان طالب في المرحله ما قبل الجامعيه او كمان المرحله الجامعيه. سؤال جميل. بيبقى حسب كل مرحله عمريه، يعني يبدا من الاطفال مثلا، المرحله العمريه الصغيره بيعرضوا لهم فيديوهات، يعرضوا لهم مثلا بعض الحاجات اللي هي مشوقه في مثلا بالذات في مواد العلوم والرياضيات اللي هي المواد بتبقى صعبه شويه، بيعرضوا لهم مواد تفاعليه، فدي طبعا في المرحله الاولى من التعليم. لكن في مثلا في المرحله الثانويه يبتدوا بقى يعرضوا لهم ازاي ان هو يتعلم بنفسه، يبتدي يديله مثلا بعض المنصات التعليميه ان هو يبحث مثلا ازاي يتوصل للقانون او القاعده بنفسه. في المرحله بقى الاعلى شويه، مرحله الجامعه، ازاي يعمل بحث، ازاي يعمل مشروع تخرج، ازاي يشوف دول العالم الاخرى. يعني كمان من مميزات بنك المعرفه ان الطالب او الباحث او القارئ المصري وتافر، يعني ان هو بيشوف تجارب الدول الاخرى، الاطلاع والاستفاده من التجارب الدول الاخرى بالظبط كده، يستفيد منها. يعني مثلا التجربه البريطانيه، التجربه اليابانيه، تجربة مثلا الفنلندية، في فنلندا مثلا، ازاي ان هم بيشوقوا الاطفال او الاولاد الى حب مثلا مادة الرياضيات. فهنا في الحالة دي يعني المدرس نفسه، يعني المدرس في المدرسة بيستخدم بنك المعرفة. كمان بنك المعرفة بنستخدمه في عملية التريننج للمدرسين، تدريب المدرسين، لان عارفة سيادتك دلوقتي
ما عادش اللي هو فيس تو فيس او ان احنا بنعمل مثلا تدريب مباشر، لا دلوقتي عن طريق بقى التعلم الالكتروني والتعلم الرقمي، بيبقى في التدريب عن طريق او التريننج عن طريق الانترنت وعن طريق الفيديو كونفرنس، وبنشوف الحقيقه اجتماعات كمان بتتم عن طريق هذا الموضوع. وده مهم جدا يا دكتور كمان ان احنا يعني ندرب المعلمين على الطريقه اللي احنا عايزين الاولاد يعني يتعلموا بيها، لانه المعلم في النهايه كمان هو بيكون في الخط الاول مع الطلبه، فمساله انه يستخدم بنك المعرفه ده يشجعهم ويشجع اولياء الامور على استخدام بنك المعرفه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محبات ابو عميره الخبير التربوي والاستاذ بجامعه عين شمس على وجودك معانا.